مش هنتكلم عن المباريات القادمة، ولكن خلينا في مباراة اليوم، مباراة مهمة، مباراة بثلاث نقاط. أول الدوري العام المصري بيلاقي آخر الدوري العام المصري زي ما حضراتكم عارفين، النجوم بنسبة كبيرة جدا، بنسبة قد تتعدى 90% تأكد هبوطه، طبعا لسه في 10% أو أقل شوية هيلعب عليهم نادي النجوم النهاردة. لو نادي النجوم اتغلب النهاردة هيبقى من الصعب جدا جدا إن هو يظل في الدوري العام المصري، عشان كده أو من هنا بتأتي صعوبة هذه المباراة. مش عايز حضراتكم تفكروا إن هي مباراة سهلة، كل المباريات، أنا آسف إن أنا بكرر هذا الكلام ولكن هي دي الحقيقة، كل المباريات مباريات صعبة، كل المباريات الكل عارف قد إيه بيبذل فيها مجهود كبير جدا جدا جدا. النهاردة ثلاث نقاط، نتمنى إن شاء الله إن النادي الأهلي يستطيع أن يحرز ثلاث نقاط.